بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الرابع في قراءة كتاب إنباه الرواه على أنباه النحاه. أحمد بن إسماعيل بن بشر النحوي التجيبي الأندلسي المعروف بابن الأغبس كان فقيهاً على مذهب الشافعي ومائلاً إلى الحديث، وكان عالماً بكتب القرآن من جهة التفسير والعربية واللغة والقراءة، وكان حافظاً للغة والعربية كثير الرواية جيد الخط ضابطاً للكتب، وأخذ عن العجلي والخشني وابن الغازي وطاهر بن عبد العزيز. توفي سنة 26 و300. أحمد بن جعفر أبو علي الدينوري نزيل مصر النحوي، أصله من دينور وقدم البصرة وأخذ عن المازني وحمل عنه كتاب سيبويه، ثم دخل إلى بغداد فقرأ على أبي العباس المبرد، وكان ختن ثعلب، وكان يخرج من منزل ختنه أبي العباس ثعلب فيتخطى أصحابه ويمضي ومعه محبرته ودفتره يقرأ كتاب سيبويه على المبرد. ذكرنا مرارا يقال المبرد والمبرد. وكان يعاتبه ثعلب على ذلك ويقول: إذا رآك الناس تمضي إلى هذا الرجل وتقرأ عليه يقولون ماذا؟ فلم يكن يلتفت إلى قوله. وكان أبو علي حسن المعرفة، ثم قدم مصر وألف كتابا في النحو سماه المهذب، وذكر في صدره اختلاف الكوفيين والبصريين وعزى كل مسألة إلى صاحبها، ولم يعتل لواحد منهم ولا احتج لمقالته، فلما أمعن في الكتاب ترك الاختلاف ونقل مذهب البصريين، وعول في ذلك على كتاب الأخفش سعيد بن مسعدة، وله كتاب مختصر في ضمائر القرآن استخرجه من كتاب المعاني للفراء. ولما قدم علي بن سليمان الأخفش مصر خرج عنها أبو علي الدينوري، ثم عاد إليها بعد خروج الأخفش إلى بغداد، وتوفي الدينوري بمصر سنة 89 و200. أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير أبو بكر النحوي البغدادي روى عن أحمد بن عبيد بن ناصح تصانيف الواقدي، وكان ممن اشتهر برواياتها، وحدث عنه إبراهيم بن أحمد الخراقي وأبو بكر بن شاذان وغيرهما. وقال الدارقطني: أحمد بن حسن بن شقير النحوي بغدادي يروي عن أبي عصيدة أحمد بن عبيد بن ناصح عن الواقدي المغازي والسير وغير ذلك. توفي في سنة 15 و300. قال الخطيب أحمد بن علي بن ثابت: وهم أبو الحسن في ذكر وفاته لأنها كانت في سنة 17 و300. كذلك ذكر أبو الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي المعروف بجخجخ. وذكر طلحة بن محمد بن جعفر قال: مات أبو بكر بن شقير النحوي في صفر سنة 17. تقرأ بالإضافة في صفر سنة 17، فتصرف كلمة صفر، وتقرأ في صفر سنة 17، كل ذلك صحيح. أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسحاق أبو طاهر النقار الحميري ولد بالكوفة سنة 1400، ونشأ ببغداد وكان يحفظ القراءات السبع. قرأ على خاله أبي طالب بن النجار الكوفي النحوي، وقرأ النحو على أبي القاسم بن برهان الأسدي، وانتقل إلى دمشق وسكنها مدة مفيدة، ورحل إلى مصر ولقي بها جماعة من الفقهاء على مذهب الشافعي، ثم سكن طرابلس وعاد إلى دمشق سنة 97 و400. أنشد ابنه أبو محمد قال: أنشدني أبي لنفسه: يا خليلي أقصر عن ملامي، قل صبري وفل غرب اعترامي، وبدا الدهر كاشرا لي عن أنيابه باهتضام كل الأنام، معرضا لي خطوبه من ورائي إن تلفت تارة وأمامي، ولعمري إن الزمان كفيل لبنيه بالنقض والإبرام، لا ترع إن أتتك منه سهام طالما عطلت أكف الرامي. وقال ابنه: إنه توفي في ليلة الجمعة مستهل شهر رمضان سنة 51 بدمشق، ودفن بظاهر باب الفراديس على أبيه. أحمد بن حاتم أبو نصر النحوي صاحب الأصمعي روى عن الأصمعي كتب اللغة والأدب، وصنف كتبا في اللغة، وحكي عن الأصمعي أنه كان يقول: ليس يصدق علي أحد إلا أبو نصر.
حدث عنه إبراهيم الحربي الشيخ الصالح رضي الله عنه وأبو العباس ثعلب، وكان ثقة. قيل إنه مات في سنة 31 و200، وبلغ من العمر نيفاً 70 سنة رحمه الله. وفيها مات ابن الأعرابي وعمر بن أبي عمرو الشيباني صاحب الأصمعي. ومن تصانيفه كتاب الشجر والنبات، وكتاب الإبل، كتاب الخيل، كتاب ما يلحن فيه العامة، كتاب الزرع والنخل، كتاب أبيات المعاني. قال أحمد بن يحيى ثعلب: كان أبو نصر صاحب الأصمعي يملي شعر الشماخ، وكنت أحضر مجالسه، وكان يعقوب بن السكيت يحضرها قبلي، لأنه كان قد قعد عن مجالسهم وطلب الرياسة. فجاءني إلى منزلي وقال: اذهب بنا إلى أبي نصر حتى نقفه على ما أخطأ في بيت كذا وصحف في حرف كذا، وأنا ساكت. فقال: ما تقول؟ فقلت له: ليس يحسن هذا، نحن بالأمس نرى على باب الشيخ نسأله ونكتب عنه ثم نمضي إليه ونخطئه ونهجنه. فقال: لا بد من ذلك. فمضينا إليه فدققنا الباب عليه، فخرج الشيخ فرحب بنا، وأقبل عليه يعقوب فقال: كيف تنشد هذا البيت للشماخ؟ فقال: كذا. فقال: أخطأت. ثم قال: وكيف تقول في هذا الحرف من شعره؟ قال: كذا. قال: أخطأت. قال: فلما مر 3 أو 4 مسائل اغتاظ الشيخ، ثم قال: يا مصان، تستقبلني بمثل هذا وتقوى نفسك على مثل هذا، وأنت بالأمس تلزمني حتى يتهمني الناس بك؟ ونهض أبو نصر فدخل داره ورد الباب في وجوهنا. فاستحيا يعقوب فأقبلت عليه وقلت له: ما كان أغنانا عن هذا؟ فما نطق بحلوه ولا مره. وقلت له: لا مقام لك هاهنا، تخرج إلى سر من رأى، واكتب إلي ما تحتاج إليه لأسأل عنه وأعرفك إياه. أحمد بن عبد العزيز بن فرج بن فرج بن أبي الحباب أبو عمر القرطبي النحوي، من أهل العربية والأدب، كان أستاذاً متقدماً لإفادة هذا الشأن، وكان مع حذقه ذا غفلة في غير ذلك من أموره، وكان من نحاة الدولة العامرية، لزم أبا علي القالي، وأخذ عنه، وكان عالماً باللغة والأخبار، حافظاً لها، توفي ليلة الجمعة، ودفن في يومها سلخ المحرم 400، ودفن في مقبرة الرصافة، وصلى عليه القاضي أحمد بن ذكوان، وكان قارب 70 سنة، وكان في غفلته من آيات ربه، وكان معلم المظفر عبد الملك بن أبي عامر، ونسبه في مصمودة من البرابر، رحمه الله. أحمد بن حذيفة أبو الحسن النيسابوري البستي، الأديب الفاضل، ذكره الحافظ ابن البيع في تاريخ نيسابور وسماه الأديب، وقال: العاقل في وصفه. نادم الأمير الماضي إسماعيل بن أحمد وأمير المؤمنين المعتضد، وكان أمير المؤمنين يرضى عقله وينادمه. سمع بخراسان إسحاق بن منصور ومحمد بن يحيى، وبالعراق الحسن بن محمد الصباح، روى عنه أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي وأبو زكريا يحيى بن محمد العنبري. توفي ببست 36. أحمد بن الحطيئة أبو العباس المغربي، المقرئ العبد الصالح، مولده بفاس من أرض المغرب، ورحل إلى الشام ودخلها، وحج ونزل مصر واستوطنها، وكان رأساً في القراءات 7 والأدب والعربية، وكان لا يقبل لأحد برا ولا يرزق على إقراء، ونزل خارج مدينة مصر في مسجد كبير يعرف بمسجد راشدة، وكانت له زوجة وابنة يكتبان خطاً مثل خطه، وإذا شرعوا في كتاب أخذ كل واحد منهم جزءاً من الكتاب وكتب، فلا يفرق بين خطوطهم، ثم نسخوا الكثير بالأجرة والبيع، وكان خطه رحمه الله خطاً صحيحاً، كتب جملة من كتب الآداب والفقه والحديث، وخطه مرغوب فيه من أئمة العلم بمصر لصحته وتحقيقه، وكان إذا غلا شيء من المأكول تركه واشترى غيره، ويقول: إذا تعدى الحد وفي غيره عنه غنى كان اشتراؤه سفها. واتفقت بمصر مجاعة اشتد فيها الحال، فمشى أجلاء المصريين إليه وسألوه قبول شيء، فامتنع غاية الامتناع، وأجمعوا رأيهم أن خطب أحدهم البنت، وكان يعرف بالفضل بن يحيى الطويل،
وكان عدلا بزازا بالقاهرة، فتزوجها وسأل أن تكون أمها عندها مدة، فأذن لها في ذلك، فخففوا عنه من العائلة، وبقي بنفسه ينسخ ويأكل من نسخه إلى أن زالت الشدة، رحمه الله ورضي عنه. ولم يزل على قدم المجاهدة إلى أن توفي بمصر في آخر المحرم سنة 60 و500. قرأ القرآن العزيز على شيخه ابن الفحام وعلى غيره، سمع الحديث على أبي عبد الله الحضرمي وأبي الحسن بن المشرف وغيرهما. أحمد بن حمزة التنوخي العرقي أبو الحسن النحوي اللغوي رحل عن الشام إلى مصر واستفاد هذا الشأن وأفاده. سمع بإسكندرية من السلفي الأصبهاني أبي طاهر كثيرا من الحديث، وعلق عنه السلفي فوائد أدبية، وذكر أنه رأى ابن الصواف المقرئ وأبا إسحاق الحبال الحافظ المصري وأبا الفضل بن الجوهري الواعظ، وقرأ القرآن على أبي الحسين الخشاب، واللغة على ابن القطاع، والنحو على المعروف بمسعود الدولة الدمشقي النحوي نزيل مصر. وولي أبوه القضاء بمصر، وكان مولده أعني أحمد بن حمزة هذا سنة 62 و400، وتوفي بإسكندرية وحمل في تابوت إلى مصر.